كل متابعينا في اليوم السابع فرحة كبيرة لأهالي كفر الشيخ لصعود مصر للمباراة النهائية. الجبل جبل والجبل عمره ما ينخ، ودي رسالة. وبتاع الكاميرون بتاعهم بالزويد ادوا ادوا، يعني بصراحة مش هينام النهاردة. خلي الحرب تنفع، قال لك علينا للحرب على مصر. هو ناسى مين مصر؟ فيعرف مين مصر عشان يتكلم عن الحرب. احنا بتوع الحروب، هم شوية مش عايز اقول لك. احنا بتوع 73، احنا الابطال وطول عمرنا ابطال. احنا التاريخ كله، ومصر بالحكم من غير الحكم. الله اولا احنا قلنا اللي هنلمعه هنرجعه، وكلهم مش مرجعهم النهارده. ماتش العد قلنا اللي هنلمعه هنرجعه. وقول وقول لسامو ليدو امسح دموعك يا امان، امسح دموعك يا امان. قول لي بقى، تابعت المباراة النهارده ازاي؟ وفعلا يعني يا جبل ما يهزك ريح. طبعا كلنا كنا اعصابنا، هي كانوا لعبت الشوط الاول بس، لكن الشوط الثاني احنا لعبنا وقت اضافي ما لعبوش فيه خالص. تمام، واحنا نستحق الفوز وربنا يكرمنا في النهايه ان شاء الله. كل الناس اللي بتتابع المباراه بيقولوا ان الكاميرون كانت خايفه. خايفه ايوه، في دليل من العاب وسط الحقيقه. دليل ضربات الجزاء يا ريس، ضربات الجزاء ما فيش. جبل يسلم يا باشا، ده دليل على ايه؟ دليل على خوفهم مننا، مرعوبين مننا. قلنا النهارده بنهدي الفوز ده لانه والحجم بتاعه. المصريين هم 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 المصريين هم 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 المصريين هم 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 المصريين هم. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ايه ايه ايه؟ تقول ايه للنهارده؟ طبعا نصيبنا ان احنا السنغال هتقابلنا في النهائي. السنغال هنصعد ان شاء الله، ان شاء الله هناخد البطوله، هناخد البطوله ان شاء الله. يا استاذ محمد انت راجل وشك حلو من الاخر. تسلم راجل ما شاء الله عليك، تحليل استراتيجي حلو. فاحنا دلوقتي بنقول لا السنغال هتفرق معانا، ولا الكاميرون هتفرق معانا، ولا لو جابوا البرازيل نفسها هتفرق. احنا عندنا الروح، عندنا العزيمه، احنا بنلعب بالروح وبالعزيمه. قول لي طيب، لو لاحظنا قبل البرنتات، قبل ما تتشات، دايما محمد الشناوي وابو جبل ونصايح محمد الشناوي لابو جبل. طبعا، ولكن احنا عايزين نقول برضو ابو جبل كان قد المسؤوليه. الله غبار عليه. ابو جبل النهارده اثبت ان حارس مرمى ممتاز، واحنا مصر نمتلك حراس مرمى على اعلى مستوى. الشناوي ابو جبل ومحمد عبد المنعم، محمد صبحي، ومفيش اهلي وزمالك النهارده. النهارده كان في مصر بس، هي دي مصر، في اتحاد كوره في مصر. نخلي صابون ايدته بقى يمسح دموعه كده بقى، واللعيبه بتاعته بتهدر ضربات الجزاء وهو بينحصر، وتجيله الحسره في قلبه وفي قلب اللي جابوه. هو قول لي رد محمد صلاح عليه، وردنا احنا في الملعب. والله احنا انس كويس، اللي احنا يعني مصر كلها فرحت وتشرفت، وهم يعني معروفين ان هم الحكم حكام معاهم على طول. هو لميت مليون مصري. احنا كنا ابطال ورجاله طول عمرنا، وهي دي العاصمه المصريه والاراده المصريه. وان شاء الله البطوله سنه يا محمد، سنه. ايوه قعدنا ما حدش موجود يا استاذ محمد. حتى منين من هنا من كفر الشيخ بتحداه 3-1 باذن الله. المنين 3-0 رساله يا استاذ محمد، حد الكره الافريقيه. نحب نشكر بس اللعيبه اللي كانوا قد المسؤوليه، وصلنا لاخطاء التحكيميه الكبيره. عندنا سد علينا وبنشكر كيروش برضو انه رد دبلوماسي على سامو لقيته، اما قال له انتوا روحوا شوفوا الاموات واللي توفوا عندكم هم طالعين من الملاعب. انت بتتكلم على الحق، احمي بلدك واحمي جماهيرك. الناس دي لا تعرف تحمي جماهيرها ولا تعرف احنا عندنا وطن، حاجه اسمها وطن. رساله يا استاذ محمد، رساله للاتحاد الافريقي لكره القدم، يحاسب الحكم ده. الحكم ده لازم يتحاسب، لازم يتعاقب، لازم يتشال اصلا من التحكيم طول عمره. والله
والله يا حكم صابر التحكيم صابر لا لا والله والله التحكيم صابر لازم نتحاسب ولازم نتحاسب تعال يا عبود لا نجم نادي بقى كفر الشيخ ممكن زيدان لعيبه رجاله لعيبه رجاله ومحمد عبد المنعم وابو جبل ربنا يحميهم وان شاء الله البطوله بتاعتنا بس ما يخلوش التحكيم يبعد التحكيم عننا بس اول حاجه ولعيبه رجاله ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه ايوه اللي هنلمحه هنمرجح برضه رساله كل المنتقدين لتريزيجيه بس تريزيجيه لاعب تقيل ولاعب راجل في الملعب وعمره ما دخل احمد حسين رحمه سواء مع فريقه او المنتخب المفروض ندعم تريزيجيه لانه يستحق الدعم طبعا وان شاء الله اللي جاي احسن ونقدر نشوف فيه محمد صلاح تاني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سعداء بك دايما يا استاذ تسلم يا حبيبي كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم فرحه اهالي كفر الشيخ النهارده بصعود مصر للمباراه النهائيه وهزمنا الكاميرون وإيتو والحكم وهنستمر ان شاء الله باذن الله دايماً يا علي ان شاء الله احنا البطوله المصريه ان شاء الله هنسمع اغنيه والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا الله كل مين هنسمعوها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ايام وساعات وهنسمعوها وشكرا للمنتخب وشكرا للاعيبه وربنا يحرسهم وربنا يجيبهم بالكاس بالف سلام ان شاء الله باذن الله انا عايز ابلغهم ان انا هكون اول واحد في انتظارهم في المطار هكون في انتظارهم في المطار ان شاء الله وراء الرياضه وراء البدل في مصر ان شاء الله ان شاء الله كل متابعينا في اليوم السابع كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ وميعادنا الحد الجاي ان شاء الله شكرا 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 استاذ محمد شكرا